صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا محللنا المميز عمرو الخشابة. عمور صباح الورد. يا هيما صباح الخير عليك. اخبارك ايه حبيبي هيما؟ اخبار وسام بن علي. وسام بن علي مكسر الدنيا. وسام بقى صباح الفل عليك هيما. عامل ايه حبيبي؟ حبيبي بخير كله حلو كله تمام الحمد لله. قول لنا كده الدوري بادي ازاي؟ الدوري بادي مش بحذر بقى زي اللي احنا اعتدنا عليه، لا خاطر القصه كلها بتبقى الامور صعبه عشان الشكل الجديد للدوري. فكل نادي عاوز ينزل يسعى للفوز، مش عاوز يضيع اكتر يعني نقط، عاوز يجمع اكتر عدد من النقط في وقت قريب جدا، عشان خاطر طبعا الامور بتبان الاسبوع العاشر ال11 تلاقي خلاص الدوري اتقسم كده لوحده يعني، فاهم؟ أيوه. من غير ما انت تستنى لغايه ما الجوله الاولى تخلص. فطبعا الامور صعبه جدا على معظم الانديه، الأندية كمان اللي هي اوريدي يعني تحديدا عامله صفقات كتيره، فمحتاجه وقت كتير قوي عشان يكون في هارموني بين اللعيبه، فدي برضو انت خايف عليها شويه. مع بعض الانديه طبعا اللي موقوف كده، ويعني اميزهم نادي الاسماعيلي على الرغم ان هو قدم مردود ايجابي في اول مباراه من محله، لكن برضو عدم وجود تدعيمات جديده، فبرضو ممكن الفريق كمان 3 4 ماتشات تلاقي يحصل فيه دروب فني طبيعي جدا. لكن القصه كلها بصراحه الدوري السنه دي يكون دوري اصعب من المواسم اللي فاتت. مش بقى كل فتره نروح لطول الدوري، لا، عشان شكل الدوري الجديد احنا مش معتدين على ذلك. خلي بالك برضو اللي بيأثر على الامور الفنيه في الملعب الضغوطات اللي بتيجي على اللعيبه. انت محتاج تكسب في كل ماتش، يعني ممكن انت لو في الدوري المعتاد الطبيعي بتاعنا لدورين انت لو خسرت او تعادلت عندك لسه من ماتشات خصوصا في البدايه ان انت تقدر تعوض او تجمع اكتر عدد من النقط، عشان خاطر يعني ممكن تعمل تدعيمات في يناير او الاخيره. لكن طبعا القصه دلوقتي انت هتقسم دوري نصين، نص هيصار ينافس من اجل يعني الفوز بالدوري او حتى المقاعد الافريقيه سواء تشامبيونز ليج او الكونفدراليه، ونص الثاني من 9 او من 10 تحديدا لغايه اخر المركز ال 18 هيصار من اجل البقاء في الدوري. فطبعا الامور صعبه جدا يا ابراهيم السنه دي. مين اكتر فريق لفت نظرك في الجوله الاولى؟ فرقتين طبعا غير الاهلي طبعا والبدايه اللي كانت مميزه جدا، غير فرق الزمالك برضه قدم مردود لحد ما كان يعني ايجابي، بس على الرغم ان برضه ده ما يقللش تماما من البنك الاهلي والمباراه التكتيكيه اللي قدمها كابتن يعني طارق مصطفى اول مباراه. برضو وانا اتفرجت برضو على الاسماعيلي، كنت بحلل الاسماعيلي يعني في احدى استوديوهات. الاسماعيلي بصراحه فريق منظم جدا، تحس يعني كابتن اختيار موفق من مجلس اداره نادي الاسماعيلي يا ابراهيم على استكمال المسيره للكابتن حمد ابراهيم بعد طبعا رحمه الله عليه كابتن ايهاب جلال. نادي الاتحاد السكندري برضو بهويه جديده مع بابا فاسيليو، طبعا احنا اعتدنا عليه في الدوري الممتاز لكن كان محتاجين صبر عليه شويه صار مع البنك الاهلي وحتى مع غزل المحله. بيقدم كوره لحد ما يعني الجماهير الاتحاد او الانديه الجماهيريه محتاجين نشوف كوره حلوه، لكن محتاجين ان احنا برضو او الجماهير او مجلس اداره النادي الاتحاد تصبر عليه يحصل دروبات اكيد. لكن المجمل عام ما تقدرش تدي حكم مطلق، لكن في بعض الامور كده بتحس ان الدوري السنه دي هيكون دوري اقوى من السنين اللي فاتت. يعني بتشوف البدايه القويه للاهلي تنبئ ان هو الفريق الاكثر اكتمالا في المسابقه السنه دي؟ هو طبيعي جدا، طبيعي الاهلي عمق السكواد العناصر اللي مشيت يعني مش اقول لك ما حسيتش، لكن جبت برضو عناصر بكواليتي عالي جدا تحديدا يعني على المستوى الدفاعي، على الرغم طبعا لسه ما فيش هارموني قوي. فبين مثلا يعني بتتكلم على يوسف ايمن تم تغييره في الشوط الاول، لكن برضو لسه عنده عاوز صبر عليه. طبعا يحيى عطيه الله يعني مش اقول لك ما حسيتش بغياب معلول، لكن في نفس الوقت كواليتي عالي قوي في غياب لعيب مؤثر جدا جدا وكان من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي في السنين كلها اللي فاتت. طبعا ندعي له بالسلامه يرجع ان شاء الله ويكمل شفاه على خير. لا طبعا الاهلي اقوى سكواد الاكمل او اكثر شموليه، لكن برضو مازال كولر بقولها والاهلي كسبان محتاج برضو يبتدي يركز على بعض الامور الفنيه اللي هي اكيد عانى منها ووارد جدا يعاني منها الفتره الجايه، خصوصا امام الفرق اللي لحد ما ممكن تعتبر في المستوى الاقل منه شويه. يمكن مثلا زي ماتش يعني سيراميكا كليوباترا في السوبر، ازاي كابتن امير رمادي قدر يستغل بعض الثغرات اللي اتكلمنا عليها كتير عن النادي الاهلي، خصوصا في العمق المساحات اللي بتبقى موجوده في العمق، عدم وجود تغطيه في الاظهره، ولما الاظهره بتاعه الاهلي بتطير يعني قصدي بعض الامور ممكن بعض الفرق ابتدت تستغلها. لكن ممكن الامور دي يا ابراهيم مش بتبان بصفه اعتياديه، عشان خاطر الاهلي دايما بينزل يفرض شخصيته وهويته على كل الفرق، لكن لما الامور بتبقى بالعكس الاهلي بيعاني. لكن في كل يعني باختصارا يعني ابراهيم بالعكس انا شايف الاهلي وبيراميدز اقوى السكوادات الموجودين في الدوري، والزمالك برضو، ولازم برضو التدعيمات تكون شيء افضل من كده. لكن برضو الله يكون في عون مجلس اداره نادي الزمالك كل ما يطلع من
نقرا يقع في ضحضير. بصراحه يقع في ضحضير اكتر، بتكلم كل شويه القيد يتقفل. لكن برضو الزمالك محتاج بعض التدعيمات في يناير متعلقه بقى ببعض المراكز، اتكلمت برضو معاك هنا عليها. طبعا خلاص بنتايج هيكون يعني بنسبه كبيره يعني انتقال كامل، يعني محتاج برضو ظهير ايمن، محتاج برضو اتنين واحد سنتر باك جنب المسلوسي جنب حسام عبد المجيد، يعني محتاج بعض العناصر كان من المفترض يتم تدعيمها طبعا في يناير اللي فات. لكن طبعا القصه كلها انت فاكر يعني الزمالك جاب عدد كبير من اللعيبه دون يعني النظر للاحتياجات اللي انا عاوزها. لكن طبعا لما كل الماتشات بتبقى ورا بعضيها سواء في الدوري او في الكونفدراليه، طبعا خصوصا اخر الموسم اللي فات لما كانت الناس كلها يعني جايه على جوميز، انت ازاي بتلعب عدد كبير من الصف الثاني او الناشئين؟ كان الراجل كان غرض اساسي بتاعه اللي هو يوصل له دلوقتي، عاوز يطهر القايمه بتاعته يا ابراهيم، عاوز يشوف مين اللي هيكمل معاه ومين اللي مش هيكمل، عاوز يشوف ويحط ايده على الاماكن فعلا اللي عند في نقص. ولكن في المجمل العام سيزال الاجهز والاقوى في والمرشح طبعا الاهلي وبيراميدز والزمالك يعني. طب بيراميدز شايف بدايته ازاي وتعادله اللي كان مفاجئ قدام بتروجيت؟ بص يعني بصراحه بيراميدز مش هقول لك ان يعني طبعا يعني شفت المباراه في الهايلايتس، لكن بيراميدز الشوط الثاني كان اشرس واقوى وضيع اكتر من فرصه. لكن برضو بيراميدز او الاهلي او الزمالك بينزلوا بريم مش بيلعبوا نفسهم، بيلعبوا فرق والفرق دي بتذاكر وبتحاول قد ما تقدر تقلل من خطورتهم. بتروجيت بصراحه كان ماتش مفاجاه لينا كلنا، انت لسه صاعد من الدوري المحترفين للدوري الممتاز، بس بصراحه كابتن سيد عيد المدير الفني لبتروجيت عمل مباراه على اعلى مستوى، قدر يستغل بعض الاخطاء السلبيات للفريق ككل على بيراميدز، خصوصا بيراميدز بيلجا للضغط العالي في الدفاع المتقدم، فابتدى يشتغل على الكره الطوليه في خلف دفاعتهم، فراح الهدف جه نتيجه ذلك يعني، وجي وضيع كورتين تانيين. لكن بيراميدز بصراحه الشوط الثاني مضيع ابراهيم 3 4 كور، كان ممكن المباراه تخلص كمان 3 و4 1 لبيراميدز، لكن حارس مرمى بتروجيت قدم مردود مميز جدا. لكن المجمل العام بدايه مش افضل شيء لبيراميدز، لكن برضه يعني سيزال بيراميدز من الفرق المنافسه على الدوري خصوصا بعد حصوله على الكاس في الموسم المنقضي اللي فات يعني. رايك ايه في تجديد رمضان صبحي مع بيراميدز؟ رمضان صبحي يعني بص بعيد عن رمضان صبحي، لا يعني قبل ما اتكلم اقول لك رايي رمضان صبحي، بيراميدز خلاص الفتره اللي فاتت او يمكن من الموسم اللي فات او اللي قبليه كمان ابتدى يحتوي يعني مجلس ادارته، وابتدى تحتوي لعيبه اكتر من كده، ابتدى يكون في نوع من الالوان السيابيه، مش عاوزين يفرطوا في اي لعيب، عاوز يحافظ على الهويه او الشخصيه للفريق اللي كانت يعني لحد ما كانت مش موجوده، ان انت دايما بتبحث عن النتائج في اسرع وقت ممكن مع كل شويه بتغيير مدرب، فبالتالي الفريق كان مفكك. لما ابتدت خلاص تستقر والاداره تحط ايديها على بعض الامور الفنيه، فابتدت التدعيمات حتى ابراهيم بناء على متطلبات الفريق. طبعا في انت مشيت عبد الله السعيد، جبت مدير فني قوي قدر يوظف لعيب زي رمضان صبحي في مكان او بعض يعني الاماكن اللي كان عبد الله السعيد بيعتاد يلعب عليها يلعب فيها في بيراميدز زي رمضان صبحي، طبعا مع طبعا الهدوء والاستقرار اليوريتش قفل على اللعيبه في اوضه اللبس. فرمضان صبحي بالعكس كان شيء متوقع جدا ان انت يعني لازم تجدد لجوم الفريق عشان تحافظ على شكل وكيان الفريق، خصوصا انت السنه دي عاوز تصارع من اجل الفوز بالدوري، وفي نفس الوقت عاوز يكون لك شكل افضل من السنه اللي فاتت في الشامبيونز ليج وفي نفس الوقت الكاس، فطبيعي طبيعي جدا ان انت حطيت نفسك في كادر المنافسه، فلازم تحافظ على نجوم الفريق بعد طبعا رحيل عبد الله سعيد. فطبعا النجم الاوحد او يعني بعد رحيل عبد الرحيم هو رمضان صبحي، فبالتالي القرار سليم جدا ان انت تحافظ على وجود لعيب كبير ومهم زي رمضان صبحي يعني. لو رجوعا للزمالك بتشوف ايه اهم المراكز اللي ناقصه الزمالك؟ باك رايت وسنتر باك. باك رايت وسنتر باك وسته صريح جنب دونجا. ومش الزمالك مش محتاج فرود؟ انا شايف ان انت جبت يعني اسمه الجديد اللي اللعيب الفلسطيني عمر فرج. عمر فرج بصراحه يعني بس عمر لما شفناه ما تحسوش تسعه يعني. ما هو القصه ان انت اسلوب لعب عمر احيانا ابراهيم او يعني لسه شويه عشان يبتدي يظهر يعني، انت بتجيب المهاجم، المهاجم ليه مواصفات، انا كمدير فني لازم احط المهاجم في الوقت المعين اللي اقدر استفيد من امكانياته. انت عندك اثنين فراود او ثلاث مهاجمين مختلفين عن بعض دلوقتي، لعيب رقم تسعه صندوق صريح رضا، وعندك لعيب في المساحات استغلال زي سيف الدين الجزيري، وطبعا بتتكلم على
اللعيب اللي برضه نسيت اسمه برضه اسمه مين؟ عمر فرج، معلش عمر فرج. عمر لا ولا فرج. يهمك. فكل انت عندك ثلاث مهاجمين مختلفين عن بعض، فانت محتاج كل مباراه تشوف مين المهاجم الانسب بناء على المنافس اللي بتلعبه. عمر فرج لسه طبعا محتاج انسجام اكتر، لكن تسعه صريح لا، انت كنت جاي وعارف ان هو مش ممكن مش تسعه صريح، لكن لعيب ينزل يعمل لك اللينك اب، يربط الخطوط مع بعضيها، لعيب مميز جدا في ضربات الراس، لعيب ممكن احيانا ممكن تطلع عليه على الهجمه في الكره الطوليه، يعني لعيب اصدر يشتغل في مساحات صغيره، ما اشتغلش في مساحات كبيره زي مثلا سيف الدين الجزيري. فانا شايف لا بالعكس، يعني من ضمن الصفقات المميزه جدا للزمالك، لكن محتاج وقت انسجام اكتر. لكن بخصوص الباك رايت، لا طبعا محتاج باك رايت، ما فيش بديل لعمر رجاب لما لما بيغيب كسته. طبعا انت في غياب دونجا الزمالك عانى عانى عانى، زياد كمال لسه بدري عليه قوي، بعيد تماما عن الدور كرقم سته، خلي بالك برده كان بيلعب في مدرسه مختلفه تماما مع انبي. فانت جه حتى مع الزمالك تحس لعيب يعني محترمي طبعا، ليه تايه شويه في الملعب. وطبعا انت فاكر ماتش السوبر كان ازاي عامل مشاكل في عمق وسط نادي الزمالك، ولما تم تغييره يعني الخطوره قلت للنادي الاهلي. لكن طبعا انا شايف من وجهه نظري الزمالك محتاج سنتر باك جنب المسلوسي وحسام عبد المجيد، ومحتاج باك رايت، ومحتاج لعيب رقم سته قوي يعني. ومشرفنا ومنورنا محللنا المميز عمرو الخشاب. عمور، رايك ايه في تشكيله كولر الحاليه وتشكيلة خط الوسط؟ يعني فكرة ان اكرم توفيق موجود كباك يمين، وكوكا ومروان وامام هما الثلاثي اللي في خط الوسط. لا طبعا انت يعتبر لحد ما بعد الظروف والاصابات اللي الاهلي كان بيمر بيها الفترة اللي فاتت تحديدا في وسط الملعب، لا طبعا هي شايفة الافضل او الانسب، بلاش كلمة الافضل، للانسب بناء على لعب كولر وبناء على الاخطاء اللي يعني كانت الارم الكولر في ماتش تحديدا سيراميكا في السوبر. نص الملعب دايما هو طالب الاثنين التمنيات بتوع ابراهيم، حاجه بديهيه جدا لما بفقد الكوره ترجع لي في اقل وقت ممكن، في نفس الوقت اغطي المساحات اللي بتبقى موجوده خلف ظهير من الاظهره اللي بيطير، خصوصا الجبهه اليسرى اللي هي تعتبر الجبهه الاميز عند النادي الاهلي. فبالتالي هل اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب بتقدم لي ده؟ هل مجاميع اللعب بتتم على الشكل الصحيح في الجانب الهجومي بنسبه كبيره، خصوصا الجبهه الشمال، الجبهه اللي فيها حتى الله وامام عاشور وحسين الشحات، حتى لما بينزل طاهر محمد طاهر لما بيلعب ناحيه اليمين نفس الكلام، بيكون ليه ادوار لحد ما مركبه. طيب بيخش دايما كمهاجم تاني او مساند جنب وسام ابو علي، ما غلطتش المره دي. مع طبعا ان اكرم طفيف بيبتدي يغطي المساحات، عفوا كوكا بيبتدي يغطي المساحات الموجوده، كوكا بنشوفه احيانا بيبقى رقم سته جنب مروان. فالقصه كلها انا بحاول اغطي اكتر كم او اكتر حيز من المساحات لما لعبت مع الكوره، وده كان الاهلي مش هقول لك بيعاني، لكن الاهلي استقبل اهداف السنه اللي فاتت سواء في الدوري تشامبيونز ليج الافريقي او حتى في الدوري المصري، يعني حتى لو مش عدد كتير لكن برضو نتيجه تحولات هجوميه على المنافسين عليه. فدايما دي كانت برضو يعني المدير الفني الناجح الذكي زي كولر بيبتدي يشوف بعض التفاصيل البسيطه اللي بيحاول يتدرجها، ممكن ما بتبانش يعني للمشاهد او المتابع العادي عشان خاطر الاهلي دايما بيكسب او الطبيعي الاهلي يكسب، لكن لما بيخسر او لما بيبتدي الاداء مش افضل من شيء بتبتدي انت يا ابراهيم او احنا عامه كمتابعين للكوره تبتدي تشوف ايه الجوانب الناقصه في الاهلي. فالجزئيه دي لا احسن توليفه فيها هو الثلاثي في نص الملعب، ثلاثي قوي وشرس في الضغط، قوي ومميز في على المستوى الدفاعي وتخطيط المساحات، وفي نفس الوقت بيقدر يدينا الادوار الهجوميه. دايما الجزئيه اللي احنا عارف انت لما كان حمدي فتحي موجود يقول لك ده حمدي بيعمل زياده على قصه بزياده عدديه ولا التكمله الهجوميه، دي مطلوبه من احد التوانيتين الموجودين. انا بس خلقت له السياق المناسب بناء على امكانياته، فبالتالي بينا نشوف حمدي فتحي متالق في الفتره اللي قبل ما يمشي من النادي الاهلي. نفس الجزئيه دي لو تتذكر كان معملها ديانج، لكن ما نجحش، ديانج كان عنده مشاكل وقت الكره بتبقى تحت رجله، دايما بيفكر لما الكره بتجيله مش لما قبل الكره ما تجيله يعني. يمكن اكرم توفيق في الجزئيه دي يعني لحد ما تحسن، ان اكرم توفيق عنده الاندفاع البدني والالتحامات والاستخلاص مميز قوي، فبالتالي الكره الطوليه في العمق المدافعين بيكون مميز ليها ان هو دايما بياخد الكره الثانيه. فقصدي بعض السياقات المعينه قدر كولر بينجح فيها ان هو بيخلق للعيبته مواقف بتظهر فيها لعيبته، ايوه سواء على الجانب الهجومي او الجانب الدفاعي. فطبعا انا شايف ان التوليفه بتاعت مروان وامام واكرم حاليا هي الافضل او الانسب بناء على يعني الامور التكتيكيه لكولر. يعني بتشوف ان كهربا ممكن يكون عنده فرصه؟ والله يا ابراهيم كهربا بصراحه يعني اموره بتزيد من وقت للتاني، مشاكل وبتتصلح ويجي صالح فيتعاقب شويه ويرجع وبيأثر على المستوى الفني، ونفضل فتره كهربا لسه راجع ويلعب ماتش حلو كهربا رجع،
فيعني ما اعرفش بصراحه يا ابراهيم، يعني كهربا لعيب كبير وعنده تاريخ في النادي الاهلي ومع منتخب مصر، لكن عدم، مش اقول لك عدم التزامه، لكن مشاكله كتير خارج حيز الملعب بتاثر كتير قوي على المستوى يعني. فمشاركته وعدم مشاركته، انا شايف بصراحه لو الاهلي او كولر تحديدا طلب مهاجم اخر جنب وسام ابو علي، ممكن تبقى مشاركه كهربا بصفه عامه ضئيله جدا. ان انا الجناح ككهربا يرجع كجناح مش ستايل اجنحه الاهلي، جناحه الاهلي اتنين، طب مش بكلم اتنين كلعيبه، اتنين كمراكز صانع العاب، كجناح صانع العاب وجناح تاني بيقتحم المساحه، بيقتحم المساحه عندك رضا سليم او حتى حسين الشحات، صانع العاب عندك بيرسيتاو وحتى احيانا بيبقى طاهر يعني. لكن انا كهربا الدريبلين وان انا موقف واحد على واحد واعدي وكده ورتمه بطيء برضو، فعشان كده حتى في وجود وسام او ايا كان المهاجم المتواجد مش بيبتدي يستعين بكهربا يعني كجناح، انه عارف انه خلاص رتمه بطيء ومش هيتناسب مع الرتم السريع ان انا بفرضه على المنافس في الثلث الاخير، فبالتالي بينا نشوف كهربا كمهاجم وبين احنا نقول لا ده عشان ما فيش مهاجم تاني فبيتم استعانة بكهربا. انا شايف دي جزئيه برضو يعني، احنا يعني انا بصيت لها برضو يا ابراهيم وقت في منظور مختلف. كهربا بيلعب بيشارك بيضيع فرص كتير قوي، لكن برضو بيشارك مهاجم، لكن طول حتى ما وسام موجود او حتى لما كان في مهاجمين موجودين في الاهلي او حتى بيبتدي يستعين في بعض الامور لطاهر او الاخير يعني، برضو مش بيتم الاستعانه بيه كجناح تماما. فبتيجي تفكرها كده وتفصلها وتشوف تعيد ماتشات الاهلي عشان تبص الامور اكتر تحس ان فرصته بعيده، فرصته بعيده قوي، كمان اسلوب لعبه غير متناسب تماما مع الاجنحه اللي كولر عاوزها. فهي الجزئيه الانضباطيه مع اسلوب لعبه اللي ما بقاش مناسب مع كولر خصوصا على في يعني كجناح، مع برضو تالق مع وسام، وفي نفس الوقت انا بقول لك نسبه كبيره ممكن الاهلي يبتدي يعني يستعين بمهاجم اخر جنب وسام، يعني بوتنشال مختلف شويه، لكن كل الامور دي بتخليني اقول يعني فرص كهرباء موجوده لكن ضئيله قوي يعني، ضئيله جدا بصراحه. طيب على الجانب الاخر ازاي شايف تالق حسين الشحات؟ لا حسين يعني الفضل بعد ربنا يرجع لكولر بصراحه، توظيفه من جناح يمين كلاسيكي لجناح شمال بيقدر يقطع لجوه ويكسر، واشتغل كما جميع لاعب مع الثمانيه اللي موجود تحتيه او حتى الظهير الايسر، واحيانا بيقوم بدور صانع العاب لما بيدخل الثمانيه كجناح عكسي وهو بينزل. مجموعه اللعب اللي الاهلي اشتهر بيها دي او كولر قدر يخلقها وفيها شيء من انسيابيه، الجبهه اليسرى من الظهير ومن ثمانيه واللي بيحليها وبيجملها تحديدا اثنين اللعيبه امام او حتى حسين الشحات، فده بياكد حاجه ان في مدرب كبير قادر يطور ويعني ويتقل حسين الشحات بصراحه. يعني حسين الشحات الفتره اللي فاتت بعد ما جدد من حوالي موسم بقى مركز جدا في الملعب وفرصه بصراحه بقى خلاص يعني هو دلوقتي بقى الاساسي، وبنشوف مين بديل ليه لما يعني لو بيريح او حتى كده، لكن في كل ماتشات كولر لا غنى عن وجود حسين الشحات ان هو بيديله الادوار اللي هو عاوزها. الاهلي لعبه مباشر في اللعب المباشر ده بتتابع الكره الطوليه واستغلال المساحات اللي بتبقى موجوده امام اي دفاع منافس، حتى لما بيلعب امام منافسين يعني بيرجعوا للدفاع المتاخر او الكتله المتاخره والكثافه العدديه في الحاله الدفاعيه، فطبعا عندك مين السريع اللي بيوجد لك الحلول واحد على واحد وبيسدد كويس قوي، وتقريبا حسين الشحات يعني الهدف بتاعه اللي احرزه في الاسبوع الاول اخذ تقريبا يعني افضل هدف يعني بناء على الاستفتاء اللي تم من الرابطه يعني. فانت عندك لعيب مهاري، عندك لعيب سريع، عندك لعيب مسدد كويس جدا، فدي المتطلبات الاساسيه لاي جناح اي مدير فني بيتمناها، فده اللي بيخلي حسين الشحات يعني موجود في يعني في منظومه كولر يعني. فطبعا لا الفضل لتطور حسين الشحات طبعا بعد ربنا اكيد كولر يعني. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كوره في التسعين، ورجعنا لكم تاني كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا عمرو الخشاب محللنا المميز. يا عمور حبيبي، تشامبيونز ليج، هل ينفع اللي بيحصل في ريال مدريد ده؟ اربعه من برشلونه في ثلاثه في يعني من ميلان، ميلان ينفع كده؟ لا صعب طبعا، صعب جدا ان انت فريق يعني التوب والافضل على مستوى النتائج والبطولات في العالم يحصل في ماتشين ورا بعض يخش فيك سبع تجوان، وكمان ماتش سيلتا فيجو اللي انت كنت بتلعبه قبل ماتش برشلونه كان سيلتا فيجو افضل منك بكتير جدا، ولكن انت كسبت 2-1 طبعا نتيجه رعونه او اهدار مهاجمين سيلتا فيجو وتالق حارس مرمى ريال مدريد يونين. قصه بص يا ابراهيم صعبه قوي، تخش فيك 8 جول في 3 ماتشات طبعا. لا يعني ميلان قدم مباراه فوق ممتعه جدا جدا، انا كنت بحللها في راديو اول سبورت، ماتش مميز جدا جدا على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني على المستوى التنظيم الدفاعي. انا اديت يعني عنوان كده للمباراه
يعني فاز الاكثر تنظيما على الاكثر ارتجاليه. فهي فعلا الارتجال مش ارتجال بمعنى كلمه ارتجال عشوائيه، الارتجال دايما يعني احيانا انشيلوتي مدرسته مختلفه شويه، ان انا بدي لعبتي وابداعات لعبتي وقدرات لعبتي على المستوى الفردي هي اللي تديني الحلول في الجزء الاخير، في نفس الوقت الجزء الاخير ده او الثلث الاخير بتاع المنافسين اللي قبله، باولو فونسيكا المدير الفني الميلان بشيء من التنظيم على المستوى الدفاعي، منع تماما خطوره فينيزي جونيور، منع تماما خطوره كيلين بيبي، ما شفناهوش تماما في المباراه، كان ضيف شرف طبعا الى جانب. صراحه انا دايما ليا تحفظات على كيليان، ما بيقومش باي ادوار دفاعيه تماما يا ابراهيم، في كذا كوره كده كان في رعونه حتى في الضغط، حتى الهدف الثاني كان او لميلان كان بدايته اصلا عدم ضغط تماما كيليان على توموراي مدافع ميلان في بدايه الهجمه، يعني لعيب بصراحه يعني حتى لا تحس ان انشيلوتي مش قادر يلاقي طريقه اللعب المناسبه اللي تقدر تخلي الاثنين اللعيبه بالقدرات الفنيه العاليه دي، سواء فينيزي جونيور او حتى كيلين بابي، اثنين يقدر يليهم عارف يا ابراهيم الطريقه اللي تناسبهم. فطبعا انا مش بقول كده بس عشان خسر، لا عشان خسروا 3-1، لا انا بتكلم عامه، دي كانت مشاكل يعني ريال بيعاني منها في منذ بدايه الموسم، حتى ما فيش بديل لتوني كروس. توني كروس ابراهيم صراحه يعني بعد اعتزاله انت مفتقد اللعيب اللي يقدر تبقى كرة تحت رجله اقصى وقت ممكن، ايه بيوصلك للمرمى باقل تمريرات بادق تمريرات تحديدا. لا طبعا في مع الاخطاء الدفاعيه المتكرره من روديجر او حتى ايدر ميليتاو، لا يعني في هدف الثاني الثالث ابراهيم بتاع ميلان اللي جه كوبي بيست من هدف ليفاندوفسكي الثاني في مرمى مدريد. دايما ان انا روديجر يطلع يحاول يغطي المساحه اللي تبقى في ظهر الديفندرات الميلان، سواء كان بقى سواء مودريتش اللي كان متواجد او حتى كافينجا او حتى تشاوميني قبل ما يخرج، بيطلع يغطي المساحه دي في مين يكون في ظهره المهاجم بتاع ميلان كان مراتا، وحتى في ماتش طبعا في ماتش برشلونه كان ليفا، ويستقبل الكوره ويروح واحد على واحد ينفرد من حوالي من بعد تلت الملعب، فنفس الجول نفس الاخطاء المتكرره. فطبعا يعني باختصار شديد في مشاكل هجوميه ومشاكل دفاعيه يعني. فطبعا لا انشيلوتي، لكن انشيلوتي طبعا باللبانه وثانيه الحاجب بتاعته دي لا قادر يحلها طبعا، وفي نفس الوقت وعلى طول بيرهن بالجوده العاليه اللي موجوده عنده. يعني انت شايف انه يقدر يرجع؟ طبعا اكيد يقدر يرجع، اكيد يقدر يرجع، ومش مع اي خبر يقول لك اقاله انشيلوتي، لا خالص خالص. الراجل جايب لك 2 شامبيونز ليج وكام دوري، لا وكاس عالم انديه، لا استحاله استحاله، مش دي سياسه الريال. وفي نفس الوقت انا مش محتاج مدير فني مشروع، عشان الريال عمره ما كان نادي مشروع، محتاج مدير فني يجيب لي نتائج وقتيه في اسرع وقت ممكن عشان خاطر اقدر اهدي الجمهور، وفي نفس الوقت اللعيبه الكويسه جدا اللي بجيبها لك يعني كبريز رئيس النادي تقدر تجيب لي فلوس وتقدر تجيب لي اعلانات اكتر واكتر، فبالتالي تقدر تجيب لي بطولات، كل الامور دي موجوده في انشيلوتي. فبالتالي لا انت محتاج بس بعض التدعيمات، يعني محتاج اللعيب برضو لعيب نص ملعب، لعيب سنتر باك احتياطي مع روديجر ومع ميليتاو، لعيب طبعا باك رايت بعد اصابه كارفخال، محتاج بعض التدعيمات البسيطه، مش البسيطه بقى يعني ككواليتي ان انت بتجيب كلاس ايه طبعا في ريال مدريد، لكن طبعا محتاج انت اكيد تدعيمات. بس انا اكيد يعني اكيد وقت الريال دي مش هتدوم كتير يعني. بتشوف انه مانشستر سيتي وخسارته 4 ودي حاجه احنا ما تعودناش نشوفها، ده كده معناه ان حقبه جوارديولا مع السيتي ممكن تنتهي؟ لا خالص صعب، لا خالص. بص المباراه انا تابعت الهايلايتس بتاعتها، طبعا روبن اميروم المدير الفني يعتبر السابق بالسبورتنج والحالي للمانشستر عمل درس تكتيكي على اعلى مستوى على جوارديولا، بس انا بقول لك يعني رغم ان انا مانشستراوي بس جوارديولا هيردها له لما يكون هو مدير فني في مانشستر في الماتش اللي هيجمعهم كمان اسبوعين ثلاثه يعني. يكون هو ساعتها ماسك المدير الفني لمانشستر يونايتد. لا طبعا يعني اقول لك حاجه، ريتم ونسق مانشستر سيتي قل شويه تحديدا، ان انت يعني ما فيش جندوجان بالقوه، رجع طبعا جندوجان، لكن برضو عدم وجوده في التشكيل الاساسي قلل شويه من ريتم برشلونه، عفوا مانشستر سيتي. الى جانب برضو سيتي بقاله فتره على الرغم من الغول هالاند موجود طبعا وبيسجل 11 هدف في الدوري و3 في الشامبيونز ليج، لكن برضو نسبه اداره فرص او البيج تشانسز كتيره جدا مقارنه بالسنه اللي فاتت. يعني انت بتتكلم السيتي السنه اللي فاتت بعد مرور حوالي 10 او 12 اسبوع تحديدا كان الاكس جي بتاع الاهداف المتوقع يجيبها اكتر من الاهداف سجلها كان عامل نسبه قليله جدا، فمعنى كده كل الفرص اللي بتجيلك كنت انت مسجلها، لا السنه دي انت نسبه الاهداف المتوقع تجيبها اعلى من الاهداف اللي انت مسجلها، فانت بتصنع فرص كتير قوي ابراهيم لكن مش بتقدر تسجلها على الرغم ان انت عندك نجوم كبير قوي. فطبعا الامور دي مع طبعا بعض المشاكل الدفاعيه
اللي شوف بقى طبعا بغياب طبعا يعني بعض العناصر في المستوى الدفاعي او في خط الدفاع طبعا اثرت على منظومه السيتي، مش الدفاعيه لا الهجوميه. أيوة. يعني دايما اول مهاجم في الفريق او حارس المرمى وبعدين المدافع، فبالتالي احيانا انت خروجك بالكوره احيانا بتلاقي فيه مشاكل، لكن مش انا جوارديولا بالعكس يا ابراهيم يعني براهن عليه. يعني عمور شرفتنا ونورتنا، طب نكمل شويه حبيبي ابراهيم. نورت الدنيا، انا دايما كنت مبسوط اكون معاك يا ابراهيم حبيبي، ربنا يخليك. شكرا ليك، نورت الدنيا يا محللنا المميز عمرو الخشاب. وخلصت حلقتنا، حلقه نهايه الاسبوع من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي.